السلام عليكم. بعض الناس عندما يشعر أنه لا يملك المال الوفير يعتقد أنه ممن حرمهم الله الرزق وضيق عليه، وتجده غافلاً عن الشعور بالامتنان والرضا عن كل ما أنعم الله به عليه من رزق، والذي قد يكون صحة وعافية، علماً نافعاً، زوجة وذرية صالحة، خلقاً طيباً، قد يكون محبة الناس، عقلاً راجحاً يجنب صاحبه تبعات الحماقة والغضب، العمر الطويل رزق، البال الهادئ رزق، الطبع الخير رزق، دعوة الأم رزق، عطف الأب رزق، وجود أخ رزق، اهتمام صديق مخلص، جميعها أرزاق يفتقدها الكثير. الله عز وجل من صفاته وأسمائه الحسنى العدل، فمن يعتقد أن الله وزع الأرزاق بدرجات مختلفة قد أخطأ، فالله وزع كل شيء بين عباده بالعدل ولكن بمعايير مختلفة. كلنا نخرج من هذه الدنيا بحظوظ متساوية، فمثلا إذا كان رزق جميع البشر هو فدان، سوف يحصل الجميع على هذا الفدان من الرزق ولكن بنسب مختلفة ما بين الصحة والعمل والعمر والمال والجمال والزواج والأبناء ومحبة الناس إلى آخره من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. وليس كل من وسع الله عليه رزقه يكون مكرما، ولا كل من قدر عليه رزقه يكون مهانا، فقد يوسع الله على شخص رزقه ليصعب امتحانه، وقد يكون ضيق الرزق على شخص من ربه هو نعمة يحميه بها ويصونه من الذنوب والخطايا، الله وحده أعلم. فكن قنوعا بما أنعم الله به عليك، قنوعا بأن الله اختار لك النعم التي فيها الخير لك، واحمد واشكر الله تعالى على نصيبك من الرزق أيا كان، فكثرة الحمد والشكر لله تعالى على نعمه من أسباب زيادة الرزق، وإن شكرتم لأزيدنكم، والله يحفظكم ويحفظ خيركم.